داريا للقطاع الصحية للقطاع الصحية تحياني داريا تحياني داريا أنا القطاع المريدية للقطاع المريدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول معكم محمد علي جات الكاتب الإداري للمكتب النقابي الإقليمي الجامعة الوطنية الصحة مرشيد. الوقفة ديال اليوم جاءت استمرارا للمسلسل النضالي اللي استراته الجامعة الوطنية الصحة من خلال مكتبها الوطني، خاصة بعد جلسة الحوار المفبركة التي دعا إليها وزير الصحة. إذ فوجئ وفد الجامعة الوطنية الصحة بكون أن جلسة الحوار التي دعا إليها السيد الوزير هي فارغة المحتوى وهي مجرد مسرحية ألزم المناضلين ديال الجامعة الوطنية الصحة، حاول إلزام مناضلي الجامعة الوطنية الصحة بالتمثيل فيها، لكن ولله الحمد جاء موقف مشرف وموقف تاريخي سيذكره التاريخ في تاريخ الصحة بالمغرب، أن الجامعة الوطنية الصحة فضلت الانسحاب من هذه جلسة الحوار المفبركة اعتبارا أولا لكرامة الأطر الصحية، اعتبارا للعمل النضالي، وضمانا لعدة اعتبارات سيتم الإعلان عنها من طرف الجامعة الوطنية الصحة. الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم زكريا أزيرر، ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، وعضو في لجنة تنسيقية إقليمية لممرضي وتقني الصحة تابعة لإقليم للمستشفى الإقليمي من رشيد. اليوم نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية من بعد قرار وزير الصحة الذي يقوم على توقيف العطل السنوية للأطر الصحية، بحيث انه قرار متسرع لا مسؤول لا يقوم على المقاربه التشاركيه لجميع النقابات من اجل اتخاذ هذا القرار الذي كان احادي الجانب. وتنويرا للراي العام، فهذه الوقفه الثانيه التي قامت على هذا القرار بحيث ان توقيف العطل لم يكن السبب، بحيث انه كان النقطه التي افاضت الكاس للمطالبه بعده حقوق مضمومه للاطر الصحيه التي ما فتئت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمطالبة بها والنضال من أجلها. من بين هذه الحقوق اعتبار الأطر الصحية المريضة بكوفيد 19 كمرض كحادثة شغل، لأن لا قدر الله عندما يموت أحد من الأطر الصحية لا يتم احتسابه كحادثة شغل. ثانيا تقديم تحفيزات ماديه ومعنويه للاطر الصحيه ان تكون محفزه، بحيث ان الاطر الصحيه تعتبر كسد مانع للحيلوله دون تسرب هذا الفيروس الى المواطنين، وهذا ما شهد له العالم في هذه الفتره، بحيث ان الاطر الصحيه تعتبر مجاهده في الجبهه الاولى لمحاربه هذا الوباء الفتاك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.